بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. موضوعنا لهذا الأسبوع هو Applications of Derivatives، تطبيقات المشتقات. كما هو معلوم، من ضمن منهاج مادة الرياضيات للمرحلة الأولى دراسة موضوع المشتقات، وتحديداً التطبيقات للمشتقات، والهدف الرئيسي من ذلك هو لمعرفة فائدة دراسة المشتقات. أكيد هنالك تطبيقات مهمة نحتاجها، ولهذا درسنا موضوع المشتقات. من ضمن التطبيقات الأساسية لمفهوم المشتقات مسائل الأوبتمايزيشن. الأوبتمايزيشن هو اختيار أفضل حل من بين مجموعة حلول متاحة أو ممكنة. هذا المفهوم يستخدم بعدة مجالات واختصاصات علمية مختلفة، مثلا في مجال الرياضيات، الفيزيكال ساينس، والإنجينيرينج، أيضا مجال الإدارة والاقتصاد، وكذلك المجالات البيولوجية والطبية. من ضمن الأمثلة لمفهوم الأوبتمايزيشن، مثلا لكرة ذات حجم معين، ما هو أكبر حجم أسطوانة ذات قطر وارتفاع معين ممكن حفرها أو نقشها أو وضعها داخل هذه الأسطوانة؟ يعني لو كان عندي كرة، هذه الكرة ذات حجم معين، وأريد أعرف ما هو أكبر حجم لأسطوانة ذات قطر وارتفاع ممكن أني أوضعها أو أنقشها داخل هذه الكرة. باستخدام مفهوم الأوبتمايزيشن ممكن أني أحصل على جواب لهذه المسألة. أيضا من ضمن التطبيقات الأخرى لمسائل الأوبتمايزيشن، بناء على كلفة الإنتاج لسلعة معينة و قيمة الإيرادات أو المبيعات لهذه السلعة، من خلالها راح يعرف المصنع المانيفاكتشرر كمية الايتيمز أو السلع اللي ممكن راح ينتجها حتى يحصل ماكسيمم بروفيت. هذا أيضا ضمن مجالات الصناعة والتجارة والإنتاج. أيضا من ضمن التطبيقات الأخرى التي تخص مفهوم الأوبتمايزيشن هو ما هو مقدار التقلص أو الانكماش اللي ممكن تعمله القصبة الهوائية في جسم الإنسان حتى تطرد أكبر كمية من الهواء أثناء عملية السعال كف. أيضا هذا أحد التطبيقات لمعرفة مدى تقلص أو انكماش القصبات الهوائية التي ممكن يستخدمها الإنسان لغرض طرد الهواء أثناء عملية السعال. أيضا من ضمن التطبيقات، وهذا هو الأهم في دراستنا إحنا بالنسبة لموضوعنا، هو الدراوند أو Graphing of Functions. يعني من ضمن التطبيقات هو معرفة رسم الدوال. رسم الدوال هذا موضوع جدا مهم، ممكن أني أتعامل وياه من خلال مفهوم المشتقات ومعرفة المشتقات. إذا نجي بشكل أساسي ومثل ما تعلمنا، الدوال المباشرة والسهلة اللي هي مثل هذه الدالة y تساوي اللي هي function x x زائد 1. كيف كنا سابقا نرسم هذه الدالة؟ أحد الطرق المباشرة والسريعة لرسم هذه الدالة، إذا أني ما حافظ الرسم أو أعرف شكلها مسبقا، مثلا y تساوي 1 راح يكون عبارة عن خط أفقي مقدار الـ y بـ 1، أو x تساوي 3 أعرف أنه هذا راح يكون خط عمودي الـ x تساوي بـ قيمته 3، وهكذا. إذا أنا أعرف مسبقاً كنت أرسم مباشرة. إذا ما أعرف، أحد الطرق الأساسية لرسم الدوال هو عمل جدول x y. أختار مجموعة للـ x، بناء على هذه الدالة راح أطلع مجموعة للـ y، أبدي أسقط هذه النقاط. النقطة سالب 2 يناظرها سالب 1، سالب 2 سالب 1 شكلت لي نقطة، وهكذا لبقية النقاط. أوصل هذه النقاط بخط راح أحصل على الرسم. هذا إذا كان شكل الدالة سهل ومباشر. بينما هذا النوع من الدوال، إذا لاحظ هذا النوع، لاحظ أن الدوال هنا أكثر تعقيدا. ممكن طالب يقول أنا أستخدم الجدول، أخذ قيم X راح أستخرج قيم FX أو الY اللي تناظرها لهذه الاكس واعمل جدول. بس نلاحظ الفرق بين هذين الامثله اللي امامنا، ثلاث امثله، وبين المثال اللي قبل شويه شفناه بالسلايد السابق.
السلايد السابق كان شكل الدالة سهل، ممكن أني أرسم بسهولة وأوجد النقاط ومن خلالها أقدر أعرف الرسم مالتي. هنا أكو عندي صعوبة، ليش؟ لأنه طبيعة الدالة بيها أوس باور وبيها إكسبونيشن، بيها هنا أوس أيضا، هنا أيضا دالة بيها باور أوس معين، فهنا شكل التمثيل كجدول يكون به صعوبة. ممكن طالب يستخدم الجدول، بس احنا اليوم في عصر التكنولوجيا والتطور لابد من ايجاد طرق ووسائل سهلة ومباشرة لحل المسائل المعقدة. فممكن اني استخدم مفهوم extreme values of functions. extreme values هذا هو احد اساسيات المشتقات، واللي راح نشوف من خلال موضوعنا بالصفحات القادمة راح نشوف شلون نستخدم هذا المفهوم حتى اقدر اني احدد شكل او نوع النقاط وارسمها. مثلا العامل الماضي للدوال اللي هي به متغير واحد F للX تعتمد على متغير واحد، ممكن اني ارسم هذه الدوال بسهولة من خلال معرفة extreme values. extreme values ببساطة لازم احدد نقاط، والرسم بين هذه النقاط يعتمد على نوع هذه النقطة، هل هي maximum او minimum، infection، concave up، concave down، هل هي تقعر، تحدب، هل هي تمثل نقطة نهاية عظمى او صغرى، أو ممكن تمثل لي نقاط حرجة. هذا اللي التطبيقات اللي تخص المشتقات للعام الماضي. احنا هذا الموضوع ما يهمنا بدراستنا لهذا اليوم، يعني محاضرتنا، اللي يخصنا احنا الموضوع اللي بعده. فسابقا المفروض أخذنا الدالة إذا كانت تعاني زيادة عند هذه النقطة وبعدها أيضا زيادة، لاحظ الـ F داش greater than zero يعني أكبر من صفر، أيضا هنا أكبر من صفر، هنا عندي no extremium values يعني هنا ما راح تكون الدالة معرفة. ليش؟ لأنه المشتق هنا أيضا زيرو. هذه النقطة شو تمثل؟ من يكون أكو زيادة عندي ونقصان عند هذه النقطة، هنا عندي زيادة، المشتق السلوب F داش مثل سلوب، أكبر من صفر بمعنى شنو؟ تزايدية، أقل من صفر تناقصية. هذه النقطة اللي تكون بيها تزايد وبعدين تناقصي راح نسميها maximum point، بينما النقطة اللي تكون تناقصي ومن ثم تزايدي للمشتقة راح نسميها اللوكال مينيمم. هذا النقطة اللي تكون بها الكيرف سموث، سموث يعني بشكل طبيعي اعتيادي، ومن ثم الشارب، اكو عندي كويك يعني راح يكون عندي فد تغير مفاجئ حاد جدا، هذه النقطة يسموها انديفايند، وايضا هذه ما راح يكون لها تعريف او تمثيل. وهكذا هذا اللي درسناه او تعلمناه من خلال المرحلة الاولى للدوال اللي تحتوي على متغير واحد فقط، function الى الاكس. مثلا ما تعلمنا الى الان، نتكلم عن العام الماضي، ما تعلمنا العام الماضي خلال المرحلة الاولى، مثلا لو كان عندي هذه الدالة اللي موجودة امامي، هذه الدالة ممكن طالب ارجع واقول يخلي له جدول هنا مثل لي اكس واي، ويختار مجموعة لقيم الاكس سالبة وصفر وموجبة، ومن خلال قيم الاكس راح يحصل على قيم الواي بناء على هذه الدالة. فهذه الدالة راح يحصل نقاط اكس واي اكس واي، من خلالها امثلهم ممكن اني احصل على هذا الرسم بهذا الشكل. بس ممكن تتوقع او تتصور ايش قد وقت راح يحتاج لك حتى تحدد او ترسم هذا الرسم. بينما مفهوم المشتقات وتطبيقاتها اللي احنا بصدده الهدف من عنده، ممكن اني استخرج مجموعة نقاط يسمونها critical points. هذه critical points اذا اعرف شلون تتصرف الدالة بهذه النقاط، هنا مثلا بالنسبة لهذا الرسم بعد ايجاد critical points، الاحظ critical هنا عندي 0 ب10 وعندي 2 بسالب 6 وعندي 3 بسالب 17، اجي ادرس شنو طبيعة هذه النقطة، شو تمثل لي بناء على جدول. هذه الخطوات تعلمناها العام الماضي، بناء على خطوات اني اوضح هل هذه النقطة اللي هي صفر الاكس بيها تكون هنا عندي concave up وdecreasing، اذا لاحظ هنا decreasing، concave up يعني عندي تقعر موجود عندي هنا، بينما هنا اللي بعد هذه النقطة الى حد 2 شو تكون عندي؟ تكون ايضا decreasing، اذا تلاحظ هنا decreasing، وconcave down راح تكون عندي هنا وين؟ الى الاسفل. وايضا عند هذه النقطة راح احدد شنو شكلها بناء على قيم المشتقات او اللوكال مينيمم او اللوكال ماكسيمم، راح اعرف مقدار او تمثيل هذه النقاط. فمن خلال هذا اذا الاحظ هذا الصفر وهذا الاثنين وهذه الثلاثة اللي تمثل قيم اكس صفر اثنين ثلاثة، هذين النقاط نفسهم راح اشكل شيب جنرال شيب بشكل اولي من خلال هذا النقاط، من خلال هذا الجدول اللي انا وجدته
راح أمثل شكل أولي، هذا الشكل الأولي بالنتيجة عكسه على المحاور X و Y مثل للرسم النهائي. فكل ما هنالك أحتاج أعرف critical points اللي هي هنا عندي 3 نقاط بالنسبة لهذا الرسم. بعد ما أعرف النقاط هذه أدرس شنو طبيعة هذه النقاط، شلون جاي تتصرف الدالة، decreasing, increasing, concave up, down, local minimum, inflection points, نقطة انقلاب، هذا كلها من خلال دراسة المشتقات وخواصها. هذا بس مجرد شرح بسيط أو إعادة للي تعلمنا العام الماضي لدراسة المشتقات وتطبيقاتها اللي هو قلنا functions and their graphs. أحد أهم التطبيقات للمشتقات هو رسم الدوال. رسم الدوال ممكن أنا باستخدام مفهوم المشتقات أقدر أرسم الدوال وأمثلها بشكل صحيح. موضوعنا اللي يهمنا الآن بالمرحلة الحالية هو extreme values and saddle points. هذا الموضوع خلوا بالكم وياي طلاب، هذا الموضوع ما أحتاج به أكثر من خطوتين، معرفة خطوتين. الخطوة الأولى إيجاد critical points، الخطوة الثانية أوجد هذا المقدار اللي تحته خط أزرق F sub XX. شنو معناتها هذه؟ معناتها المشتقة الثانية بدلالة الأكس، أشتق الدالة مرتين بالنسبة إلى أكس. أنا الآن أتعامل مع دوال تعتمد على أكثر من متغير، متغيرين أو أكثر. فمبدئيا أحتاج أشتق الدالة بالنسبة إلى أكس مرتين وأيضا بالنسبة إلى واي مرتين، ناقص أشتق الدالة، هذا شو نسميناه XY، هاي سميناها Mixed Partial Derivatives. ليش؟ لأنه مختلطة، مرة أشتق إلى الأكس والناتج النهائي بعد ما أشتق إلى الأكس أرجع أشتق وين؟ أشتق إلى الواي. فباختصار هذا الموضوع شو أحتاج به؟ أحتاج أعرف Critical Points كخطوة أولى، ومن ثم أوجد هذا المقدار وأبدي أقارنه. هسه راح نشوف من خلال الأمثلة إذا كان أكبر من صفر أو أقل من صفر أو يساوي صفر. فإذا كان عندي أكيد أكبر من صفر عندي احتمالين للنقطة، للنقطة اللي أنا راح أوجدها اللي هي الخطوة الأولى critical points. critical points قبل لا نجي نشرح هذه الخطوة الثانية خلينا نجي نشوف شنو critical points. critical points هي نقاط داخلية يكون بيها الشرط المشتقة الأولى نساويها للصفر، يعني الدالة اللي راح نعطيك إياها مرة راح تشتقها للأكس F sub X بمعنى تشتقها جزئيا للأكس وتساوي ناتج الاشتقاق إلى الصفر. نفس الكلام تشتقها بالنسبة إلى Y وتساوي ناتج الاشتقاق أيضا إلى صفر. فالcritical points أما تكون هذه النقاط معرفة أو تكون غير موجودة fail to exist بمعنى undefined غير معرفة، ممكن تكون نقاط غير معرفة. مثل إيش؟ هذا الرسم يوضح لنا مفهوم شنو الدالة يمتى تكون zero بمعنى معرفة ويمتى تكون غير معرفة اللي هي تفشل بالاختبار نسميها undefined. إذا لاحظ هنا هذه النقطة سالب واحد والخمسة هنا قيمة المشتقة zero، بما أنه zero إذا شو تكون عندي؟ معرفة. ليش؟ لأنه fx مشتقة fy أيضا مشتقة، بما أنه مشتقة 0 إذن هذه معرفة defined. بينما إذا لاحظ عند الخمسة مثل ما وضحنا بالسلايد السابق قبل سلايدين قلنا إذا أكو تغير مفاجئ بالدالة، يعني هسه هذا هو السموث، هذا هو الرسم الاعتيادي، أكو sharp edge حافة حادة راح يصير تغير مفاجئ. هذا النقطة اللي يكون بها التغير المفاجئ مثل ما السلايدين الأخيرات وضحنا أحد الرسومات، إذا أكو تغيير مفاجئ هنا ما راح يكون عند المشتقة معرفة بهذه النقطة، يسمونها undefined، undefined أو يسمونها fail to exist، يعني المشتقة ما راح تظهر أو ما راح تعرف وين بهذه النقطة اللي هي النقطة يسموها sharp change، أكو تغيير مفاجئ أو حاد وين بهذه النقطة. فهذا هو مفهوم الجزء الأول. طبعا هذا مجرد رسم توضيحي، هذا تمثل أكيد maximum point، هذا تمثل minimum point، هذا تمثل inflection نقطة انقلاب، هذا تمثل كورنر، هاي discontinuity بمعنى انفصال أو عدم تواصل بين النقطتين، هذين الاثنين أيضا تكون غير معرفة. ليش؟ أكو sharp change هنا عندي وهنا أيضا انفصال، فتكون الدالة غير معرفة بهذا الشكلين، بينما هنا موجودة عند الدالة أو معرفة. بالنسبة لموضوعنا كمشتقة تعتمد على أكثر من متغير، الدوال اللي تعتمد على أكثر من متغير، هذا هو الرسم مالته. هذا كان سابقا للاف اكس يساوي دالة معينة بدلالة الاكس، هذا الرسم يعتمد على محاور الاكس والواي الدالة، الدالة تعتمد على أكثر من متغير. فأكيد هاي النقطة اللي هي بالقمة مثل ماكسيموم لوكال،
وهنا اللي هنا عندي بنهاية داخل هذا الرسم تمثل مينيمم لأنه أقل نقطة. السدل بوينت أيضا أحد أنواع اللي راح نتعامل وياها. هذه النقطة من اسمها السدل بمعنى سرج، سرج الفرس، اللي هي هذه النقطة اللي تكون كأنما تشبه السرج عندي هذا الرسم. النقطة اللي موجودة هنا بالمنتصف يسمونها سدل بوينت. طبعا كل واحدة من هذه النقاط من خلال الخطوة الثانية راح نعرف يمتى تكون هذه النقطة ماكسيمم، يمتى تكون هنا بالداخل مينيمم اللي هو هنا طبعا أكيد بالقاع، وأي حالة ممكن تكون سدل بوينت من خلال الخطوة الثانية. فالخطوة الأولى قلنا نشتق المشتقة الأولى بالنسبة إلى X والمشتقة الأولى بالنسبة إلى Y وأساوي ناتج الاشتقاق إلى صفر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أوجد هذا المقدار اللي تحت الخط الأزرق اللي هو نفسه هنا عندي واللي هو نفسه هنا واللي هو نفسه هنا. أجي أشوف هذا المقدار، طبعا راح نشوف من خلال الأمثلة. إذا ناتج هذا المقدار للنقاط اللي أنا طبعا وجدتها، الخطوة الأولى وجدت من عندها نقاط وعرفت هل هي تمثل لي سواء كانت ماكسيمم مينيمم أو سدل، أجي أختبرها هذه النقاط اللي وجدتها بالخطوة الأولى كريتيكال بوينتس الخطوة الأولى، أجي أختبرها أشوف إذا كان هذا المقدار لهذه النقاط أكبر من صفر أكو احتمالين تكون هذه النقطة، أما تكون لوكال ماكسيمم أو تكون لوكال مينيمم. شلون أحدد؟ كيف أعرف؟ أرجع إلى شرط آخر، أشوف المشتقة الثانية بالنسبة لها X هل هي أقل من صفر؟ لأنه ذن الاثنين باعتبار ينطوني نفس الشرط تحقق، بينما هاي هي تمثل لي لوكال ماكسيمم وهذا تمثل لي مينيمم، أي واحد أختار؟ وين أرجع؟ أرجع للشرط الثاني، أجي أشوف المشتقة الثانية إذا كانت أقل من صفر أقول هذه تمثل ماكسيمم بوينت النقطة اللي اختبرتها، بينما إذا كانت المشتقة الثانية أكبر من صفر راح تكون عندي لوكال مينيمم هذه البوينت. أما إذا أساسا هذا المقدار كان أقل من صفر فأوتوماتيكيا أقول هذه النقطة اللي اختبرتها أي بي، يعني النقطة اللي أنا راح اختبرها اللي حصلتها وين من الجزء الأول، هذه النقطة مباشرة إذا أقل من زيرو هذا المقدار أقل من زيرو مباشرة أقول سدل بوينت. أما إذا كان لا هذا المقدار كاملة يساوي زيرو يساوي زيرو فراح يكون عندي تيس انكونكلوسيف بمعنى تيس عندي فيلز أو ما عندي أي تمثيل إلمن لهذه النقطة اللي اختبرتها. واضح طلاب؟ راح يكون عندي خطوتين، هذا هم كل موضوعنا اليوم. راح نجي ناخذ امثله. الخطوه الاولى ايجاد كريتيكال بوينتس، الخطوه الثانيه ايجاد السكند ديريفيتيف تيست، اجي اختبر بناء على هذا التيست اقرر ماكسيمم مينيمم سدل اور انكونكلوسيف بوينتس بناء على شرط الاختبار اللي موجود امامي. نجي نشوف هذا المثال الاول. هذا المثال فقط يمثل الخطوة الأولى اللي هي بالسلايد السابق، فقط إيجاد كريتيكال بوينتس. شلون أقدر أوجد أو أحسب الكريتيكال بوينتس؟ فأكيد الدالة إحنا نتعامل الآن مع دوال بها أكثر من متغير، ليش؟ لأنه إحنا موضوعنا هو البارشيال ديريفيتيفز. فقبل لا نكمل بهذا الموضوع، إيش نقصد بالإكستريم فاليوز؟ الإكستريم فاليوز هو إيجاد هل هذه النقاط تمثل ماكسيمم، مينيمم أو تكون غير ممثلة، والسدل بوينت عرفنا اللي هي النقطة اللي تكون بشكل يشابه سرج الفرس. فالاكستريم فاليوز بمعنى ماكسيمم مينيمم، هذا هو المقصود بالاكستريم فاليوز. فاذا نجي لهذه الكريتيكال بوينتس، ايجاد الكريتيكال بوينتس انطيني داله، هذه هي الداله. ايش احتاج؟ قلنا بالخطوه الاولى سابقا الكريتيكال بوينتس احتاج اعرف المشتقه بالنسبه الى اكس واساويها للصفر، ونفس الداله اشتقها للواي وايضا اساويها للصفر. من خلال هذين المعادلتين هنا راح تكون دالة اسمها H سابقا اسمها F، هنا هذه مجرد متغيرات أو أسماء تتغير بأي مثال. فهنا راح يكون H للX هذا هو المشتقة الأولى، وH للY هذا هو المشتقة الأولى المن إلى الY، هذه هي المشتقة الأولى بالنسبة إلى X، هذه هي المشتقة الأولى بالنسبة إلى Y. فراح أشتق هذه الدالة، تعلمنا أصبحت من الأساسيات، اشتق لي إياها بالنسبة إلى X. إيش قلنا أعتبر؟ أعتبر الY كونستانت. إيش راح يكون عندي؟ 2X ناقص 4، هذا الواي كونستانت 0، هذا الواي 0، هذا الأربعة كونستانت 0، راح يبقى عندي هذا الناتج المشتقة بالنسبة إلى X. بنفس الطريقة أشتقها فقط إلى Y وأعامل الـ X ككونستانت، راح يكون عندي اشتق ليها إلى Y راح تكون سالب 2Y باعتبار هذا 0 هذا 0، سالب 2Y زائد 2، فحصلت على المشتقة الأولى. قلنا الخطوة اللي بعدها أساويهم إلى الصفر، الهدف حتى أحصل على النقاط، لأن أنا أبحث عن critical points. critical points
بمعنى إيجاد نقاط عندما أساوي المشتقة الأولى بالنسبة إلى X إلى صفر، والمشتقة الأولى بالنسبة إلى Y أيضا إلى صفر، فراح أجي أساوي هذا إلى صفر وهذا أيضا أساوي إلى صفر. هنا عندي أكو أكثر من طريقة لإيجاد الـ X Y بناء على شكل المعادلات. هذا باعتبار عندي معادلة أولى H للـ X تساوي صفر، وهذه هي معادلة ثانية H للـ Y تساوي صفر. فممكن أني أبسط هذا المقدار، أنقل للطرف الآخر حصل على قيمة X 2. بنفس الطريقة أنقل الـ Y أو الرقم إلى الطرف الآخر راح أحصل على قيمة الـ Y 1. فبالنتيجة إيش حصلت؟ حصلت على نقطة، هذه النقطة الـ X مالتها 2 والواي مالتها 1، فراح تكون الكريتيكال بوينت بالنسبة لهذا السؤال أو هذا المثال اللي أمامي أي قيمة 2 1. طبعا إذا تلاحظون هذا المثال طالب من عندكم فقط الكريتيكال بوينت، ما طالب من عندكم اللوكال ماكسيمم أو مينيمم أو سادل بوينت مثل ما راح نشوف بالأمثلة الجاية. الأمثلة القادمة راح يكون بيها هذا أوتوماتيكيا لازم نوجده بالمطلب الأول حتى أنتقل وين للمطلب الثاني اللي هو إيجاد أو معرفة هل هذه النقطة ماكسيمم أو مينيمم. حتى إذا أنا أعرف هذه النقطة قلنا راح يسهل لي شكل الرسم مثل ما وضحنا أو اللي أخذته بالعام الماضي، شكل النقطة، معرفة النقطة هل هي ماكسيمم مينيمم ديكريزينج تزايد تناقص، هذا سهل بملامح الرسم الأولي حتى ممكن أني أعرف الرسم مالتي بشكل صحيح. نجي مثال آخر، إذا تلاحظون طبعا بالامتحان أنتم راح يجيكم هذا هو المنطوق find the local extreme values of the function. أعطيكم function إيجاد اللوكال، مثل ما قبل شوي وضحنا وشرحنا قلنا اللوكال أو الإكستريم values بمعنى تحدد لنقاط هل هي local minimum، هل هي نقطة مثل نهاية صغرى أو نهاية maximum عظمى أو saddle point. فأنت شو راح تحدد هذا؟ لازم تبتدي قلنا الخطوة الأولى إيجاد المشتقة بالنسبة لـ X وأساويها للصفر، ومشتقة بالنسبة إلى Y وأساويها أيضا للصفر، وأبدي أحل إلى أن أوصل شنو؟ إلى أن أوصل إلى قيمة النقاط اللي أنا ممكن نقطة ممكن أكثر من نقطة، هذا يعتمد على شكل الدالة السؤال، هذا هو الدالة أو السؤال اللي أنطيك إياه. بشكل عام ممكن تستنتج عدد النقاط من خلال الأوردر، أعلى أس هنا عندي أعلى أس بهذه المعادلة شنو راح يكون عندي أعلى أس؟ أعلى أس هو التربيع، دائما عدد النقاط يمثل أعلى أس ناقص 1، بمعنى هنا عندي أعلى أس 2، إذن عدد النقاط راح يكون 2 ناقص 1، بمعنى نقطة واحدة راح يكون أو يمثل لي الكريتيكال بوينت. هذا هو الجزء الأول من السؤال اللي أنا أحسب من خلاله أو أوجد الكريتيكال بوينت. الخطوة الثانية إيجاد اللوكال إكستريم اللي هو الماكسيمم مينيمم سادل بوينت. فإذا نجي هنا الإف للإكس مثل ما تعلمنا سابقا، بمعنى شنو؟ اشتق الاف فقط الى اكس واعتبر اكيد الواي كونستانت، بعد ما راح اشتق اساويها للصفر، نفس الكلام اشتق هذا الداله بالنسبه الى واي واساويها للصفر حتى استخرج قلنا الكريتيكال بوينت. هسه اذا تلاحظون من راح اشتق شو يبقى بهذه المعادله؟ بها اكس وواي، وهذا من اشتقها بالنسبه الى واي بها ايضا اكس وواي. هنا شوية تختلف عن المثال السابق، المثال السابق مباشرة بسطنا وحصلنا على قيمة X من هذا الطرف الأول، وهذا بسطنا أيضا حصلنا على قيمة Y. هنا لا، هذا الطرف بـ X و Y وهذا الطرف أيضا بـ X و Y، كل ما هنالك أطلع الـ Y بجانب، قيمة الدالة بدلالة الـ X هنا راح تكون، أجي أعوض هاي الـ Y وين أخليها بهاي المعادلة، راح أعوض مكان الـ Y هنا وأبدي أبسط أحصل على قيمة الـ X. مجرد ما أعرف الأكس أجيب أخليه وين؟ أخليه هنا بهذا معادلة الواي أحصل على الواي. فمن خلال التبسيط، وهذه هي أساسيات سهلة ومباشرة جدا، أحصل على قيمة أكس سالب 2، واللي ناظرها الواي أيضا قيمتها سالب 2، فبالنتيجة النقطة سالب 2 بسالب 2 الـ only point. ممكن نرجع للملاحظة only point يعني شنو؟ النقطة الوحيدة اللي ممكن أني أحصلها من الدالة F. قلنا أعلى أس 2 عدد النقاط يمثل أعلى أس ناقص 1، أعلى أس 2 ناقص 1 يمثل لي عدد النقاط اللي أنا أحصلها اللي راح يكون عندي نقطة واحدة. هذا هو الجزء الأول من السؤال. إلى الآن أنا ما أعرف هل هذه هي سالب 2 بسالب 2 X سالب 2 Y سالب 2، هل هي maximum point، هل هي minimum point، هل هي saddle point. فالخطوة القادمة راح أختبر مثل ما وضحنا سابقا، راح اختبر هذه النقطة واشيك شنو فعليا تمثل لي.
سابقا انا وجدت اف اكس هذا بالسلايد السابق خلينا هنا حتى نربط هذا الجزء بالجزء القادم. اف اكس قيمتها هذا المقدار والاف واي ايضا قيمتها هذا المقدار. الخطوه الثانيه مثل ما وضحنا سابقا ايجاد السكند ديريفيتيف هذا اللي قبل سابقا اشرنا عليه بخط ازرق تحته. اف سب اكس اكس بمعنى المشتقه الثانيه فقط الى اكس، اف سب واي واي بمعنى المشتقه الثانيه فقط الى واي ناقص اف اكس واي بمعنى اشتق بالبدايه الى اكس، هذا الاف الداله الرئيسيه اشتقها الى اكس، وناتج الاشتقاق الشقه ارجع وين؟ الى واي. الحاصل مالتهم اربعه. فاذا اسوي على انفراد شنو مشتقه هذه الداله؟ لان هذه المشتقه الاولى ارجع اشتقها مره ثانيه الى اكس، فقط الى اكس سالب 2. اشتق لي هذه فقط الى واي ايضا سالب 2. اختار لي هذه، هذا شنو معناتها؟ معناتها قلنا المتغير القريب على الاف اشتق الداله بالبدايه الى، بعدين الناتج ارجع اشتقها للواي. فاجي هنا عندي شنو مشتقه؟ انا مسبقا واجد الاف للاكس، ارجع اشتق ليها للواي فقط للواي تكون واحد. استخدم لي هذا القانون اللي احنا سابقا قلنا عليه، عوض لي هذه الارقام اللي هي الاكس اكس واي واي اكس واي، عوض ليها بهذا القانون، راح شو احصل؟ احصل هذا المقدار قيمته 3، والثلاث احنا نعرف الثلاثة اكبر من صفر. اذا انا خليت هذه الشروط، طبعا انت ما تحتاج تنزلها بالامتحان او بالهوم وورك، ما تحتاج، بس انت لازم تحفظها. تجي تشوف هذا اللي هو اف اكس اكس اف واي واي ناقص اف اكس واي تربيع، هل هو اكبر من صفر؟ اصغر من صفر؟ يساوي صفر؟ هنا عندي بهذا المثال ثلاثة، الثلاثة اكيد شنو؟ اكبر من صفر. هسه يجي الطالب يقول هذه الحالة تمثل لي ماكسيمم اكبر من صفر، وايضا هذه الحاله ايضا اكبر من صفر تمثل لي مينيمم. شلون انا اعرف هل هي ماكسيمم ولا مينيمم؟ ارجع وين؟ للشرط الاساسي الثاني اللي هو بالبدايه. اجي اشوف الاف اكس اكس اقل من صفر لو اكبر من صفر، راح اجي هذا هو الاف اكس اكس قيمته ايش قد؟ سالب 2. السالب 2 اكيد شنو؟ اقل من صفر، فبالنتيجه هذه النقطه ايش راح تمثل لي؟ تمثل لي ماكسيمم. ليش؟ لانه بها الاف اكس اكس اقل من صفر، وهذا المقدار شكون يكون موجب اكبر من صفر، فتحققت عندي. اذا هذه النقطه اللي هي سالب 2 ب 2 تمثل ماكسيمم بوينت. واضح؟ بناء على تحقيقها للشرط الاول بهذه المعادله راح تمثل لي ماكسيمم بوينت. هنا ممكن انا اطلب منك بالسؤال، هسه بالبدايه هسه عرفنا، الان السؤال مالتي تقريبا انتهى الجواب مالته. ليش؟ لانه انا بالبدايه وجدت هذه النقطه بالخطوه الاولى كريتيكال بوينت، الخطوه الثانيه اختبرتها من خلال هذين الشروط اللي موجوده من خلال المشتقه الثانيه، والنتيجه اثبتت انه هذه هي ماكسيمم بوينت. ممكن انا ايجاد قيمه الداله عند هذه النقطه الكريتيكال بوينت، عندي كريتيكال وحده انا حصلت سالب 2 سالب 2، كل ما هنالك هذا هو السؤال مالتي، هذا هو السؤال اف اكس واي. راح تعوض لمكان كل اكس سالب 2 وكل واي ايضا سالب 2 بالسؤال، ايش راح احصل؟ الاف للسالب سالب 2 قيمه الداله 8. الاف اكس واي اللي هي هذه الفانكشن شنو قيمتها بعد ما اعوض كريتيكال بوينت بها؟ تكون قيمتها 8. ممكن انا اطلب من عندك الفاليو اوف اف ات ذيس بوينت، البوينت اللي هي كريتيكال بوينت راح تكون قيمتها 8. هذا مثال اول اللي هو مباشر لحل هذا النوع من المسائل. أجي مثال آخر. المثال الآخر إيجاد منطيني مسبقا معرف لي، ممكن أني أثبت هذا الشيء، هذا أيضا كهومورك إلك إضافي. مسبقا منطيني الكريتيكال بوينت 5 ب 6، قيمة الأكس 5 وقيمة الواي 6 مسبقا. ممكن أنت تثبت هذا الشيء؟ ممكن. شلون راح تثبت لي هذا إلك حتى يصير الباك جراوند أو فهمك الموضوع يكون أكبر وأفضل؟ فقط عندما تشتق هذا الى اكس، قلنا الاف نشتقها الى اكس ونساويها صفر، ونشتقها ايضا الى واي ونساويها الى صفر، ونستخرج قيمه هذه النقطه الاكس والواي اللي هي تمثل الاكس والواي. المفروض من تحل بهذه الخطوه راح تحصل على قيمه الاكس 5 وقيمه الواي 6. هسه الان اذا نرجع للقاعده الرئيسيه اللي وضحناها سابقا، قلنا عدد النقاط اللي احصلها من الداله شو يمثل لي؟ يمثل لي اعلى اس بالداله ناقص 1. اعلى اس عندي هنا شنو؟ 2 ناقص 1 اللي هو راح يكون يساوي 1 اللي هو تمثل لي نقطة 1. ف
هنا بالسؤال اوجد الكريتيكال، ديترماين اف ذا كريتيكال بوينت از مينيمم ماكسيمم او سادل بوينت، يعني هذه النقطه الكريتيكال انا كانما سهلت لك اياها. طبعا بالامتحان انا ما انطيك كريتيكال بوينت، انت توجدها مثل ما حلينا بالمثال السابق، اف اكس يساوي 0 اف واي يساوي 0 توجد لي كريتيكال بوينت. فهنا منطيني كانما مسهل الحل، منطيني كريتيكال بوينت، واريد انا فقط الخطوه الثانيه احدد لي اياها ماكسيمم مينيمم او سادل، او ان كان كلوسيف ممكن يكون شنو غير معرفة أصلا. فش أحتاج؟ الأف للأكس اللي هذا ممكن من خلالهم أف للأكس والأف للواي، إذا أساويهم من الصفر حصل على هذه النقطة. طبعا ليش هنا وجدنا أف أكس أف واي؟ لأن أنا أحتاج أكيد بالخطوة الثانية هي أف أكس أكس، المشتقة الثانية إلى أكس والمشتقة الثانية إلى واي، والميكس ديريفيتيف اللي هي المشتقة المختلطة. فمن خلال يعني بشكل مباشر ألاحظ أنه أف أكس أكس قيمتها 2 واي واي 2 بينما أكس واي قيمتها 0. أجي أستخدم هذا القانون اللي سابقا أكدنا عليه، وأجي أشوف مقداره إيش قد راح يكون بعد التعويض هذه الأرقام بهذا المقدار، راح أحصل على قيمته 4، وأكيد أنا الأربعة إيش تعتبر؟ أكبر من صفر. فهنا أيضا الطالب راح يجي يقول عندي هذا المقدار أكبر من صفر، وعندي هاي الخطوة الثانية أيضا أكبر من صفر، فأي واحدة أختار؟ راح وين نرجع إلى fxx نشوفها، إذا كان أقل من صفر maximum، أكبر من صفر minimum. ف fxx أنا مسبقا وجدتها 2، والاثنين شنو؟ أكيد أكبر من صفر، fxx أكبر من صفر، إذا شو راح تكون هذه النقطة؟ local minimum. هذا هو إذا so the point 5 6 راح تكون minimum point. الفانكشن فاليو قلنا كل ما هنالك هذه الداله راح اعوض به قيم الداله اللي هي البوينت النقطه 5 ب 6، مكان كل اكس 5 واخلي مكان كل واي 6، هذه الداله راح احصل على قيمه الداله اللي هي راح تكون 10. واضح الموضوع جدا سهل بالنسبه لهذا ايجاد اكستريم فاليوز. مثال اخر ايضا بالنسبه الى هذا الموضوع، اوجد اللوكال اكستريم فاليوز. هنا منطيني هنا داله اسمها جي، هنا دزنت ماتر، يعني ما راح ياثر او يفرق انه كانت جي او اتش او اف، ما راح يفرق، هذه كلها مجرد اسماء او رموز ممكن تتغير بالهومورك او الامتحان. فالخطوه الاولى كما تعودنا سابقا ايش قلنا؟ قلنا دائما حتى اعرف الاكستريم هل هي تمثل لي ماكسيمم مينيمم او سدل او inconclusive، لازم شنو؟ الخطوة الأولى إيجاد critical points. شلون أوجدها؟ أوجد الجي للإكس مشتقة الأولى والمشتقة الأولى للواي، بعدين أساويهم للصفر، هذا هو الجي للإكس، هذا هو مقدارها ساويناها للصفر، هذا هو الجي للواي أيضا وين ساويناها للصفر. فصار عندي معادلتين، نفس المثال اللي قبل الأخير هذا اللي حليناه. هنا ممكن أطلع واي وإكس مباشرة، فراح اعوض استخرج الواي من معادله او الاكس من معادله واعوضها وين؟ بالمعادله الثانيه. اذا الاحظ هنا بالمعادله الثانيه طلعت قيمه الاكس سالب 2 واي، وراح اخليها بالمعادله الاولى بهذا الشكل. فمن حصلت على هذا الشكل هنا طبعا الطالب شوي راح ترجع لبعض الاساسيات اللي هي مثلا العامل المشترك او الحل بالتجربه او الفرق بين مربعين، بعض الاساسيات اللي اخذتها سابقا ممكن تحتاجها للحصول على الكريتيكال بوينتس. فبعد ما عوضنا هنا قيمه الاكس حصلناها، عوضناها بالمعادله الاولى حصلنا على هذا الشكل الجديد، هذا الشكل الجديد ممكن اعيد ترتيبه بشكل اخر احصل على هذا الشكل. هذا الشكل بامكاني ابسطه اكثر او لا؟ باي فاكتورينج اطلع عامل مشترك، شنو العامل المشترك؟ واي، راح احصل على واي بجانب وبقى الواي عامل مشترك، شنو بقى من المعادلة؟ 12y ناقص 1. فصار عندي هذا المعادلة، هذا شنو معناته؟ معناتها أما الواي حتى يكون هذا يساوي صفر، أما الواي تساوي صفر، أو 12y ناقص 1 يساوي صفر. فإذا كانت الواي يساوي صفر فأوتوماتيكيا حصلت على قيمة الواي 0، أو 12y ناقص 1 يساوي صفر، من خلالها حصل على قيمة الواي 1 على 12. فصار عندي كم قيمة للواي؟ صار عندي قيمتين للواي، قيمة الأولى واي تساوي صفر، وقيمة أخرى قيمتها واي تساوي 1 على 12. فأكيد بما أنه قيمتين للواي ايش راح ينتج لي؟ راح ينتج لي قيمتين للإكس. احنا سابقا طلعنا الإكس بهذا الشكل بالسلايد السابق، الإكس بدلالة الواي،
فأكيد من يكون ال y 0 أول قيمة إله، من يكون ال y 0 شو تكون قيمة ال x اللي تناظرها؟ أيضا 0. فبالنتيجة شو راح تكون النقطة الأولى؟ 0 0. ليش؟ لأنه ال x 0 وال y 0. هاي هنا إذا كان ال y 0 شو راح أحصل؟ ال x 0. أيضا القيمة الأخرى لل y هي 1 على 12، خلي لي هنا 1 على 12 لل y. شو راح يكون قيمة ال x إذا كان y 1 على 12؟ ال x عوض ليها سالب 2 في 1 على 12 ويساوي سالب 1 على 6. شو نلاحظ؟ نلاحظ القيمتين أو الكريتيكال بوينتس عندي نقطتين، النقطة الأولى 0 0 والنقطة الثانية قيمة ال x سالب 1 على 6 وال y 1 على 12. إذا نرجع للقاعدة العامة اللي ذكرناها قبل شوية، قلنا أكبر أس بالدالة ناقص 1 شو يمثل عدد النقاط المتحصلة بالنسبة للسؤال. هناك إذا لاحظنا ترجعون الأصل السؤال للدالة هي الأس مالتها أعلى أس هو 3، 3 ناقص 1 يساوي 2، بالفعل حصلت على نقطتين. ممكن هذا لك proof أو checking the number of points you might get from the solution، يعني النمبر عدد النقاط اللي ممكن تحصلها، ممكن هذا proof أو تأكيد أنه الحل مالتك يكون صحيح أو خطأ، كمؤشر يعني للحل مالتك. نكمل الحل باعتبار اني هسه كخطوه اولى وجدت كريتيكال بوينتس. ايش قد عندي؟ كان نقطتين، النقطه الاولى 0 بصفر والنقطه الثانيه سالب 1 على 6 و1 على 12. الخطوه اللي بعدها اختبار، احتاج اعرف المشتقه الثانيه بالنسبه لاكس، المشتقه الثانيه بالنسبه لواي، والميكس ديريفيتيف المشتقه المختلطه بالنسبه للاكس والواي. فمن خلال بس مجرد معرفة المشتقات واللي هي من الأساسيات المفروض متجاوزيها، أحصل على قيمة المشتقة الثانية 6x، مشتقة بالنسبة إلى x 6x، بالنسبة إلى y سالب 2، وبالنسبة إلى المختلطة سالب 1. أرجع إيش كم نقطة أنا حصلت هنا؟ انتبه شوية، هذا السؤال خلينا نقول أكثر سؤال بشمولية عن البقية. إيش كم نقطة حصلت critical points؟ حصلت 2، فأكيد لازم أختبرهم اثنيناتهم، أشوف النقطة الأولى شو تمثل ماكسيمم مينيمم سدل، والنقطة الثانية أيضا هل هي تمثل ماكسيمم مينيمم سدل. فأجي للنقطة الأولى أختبرها، شنو النقطة الأولى؟ 0 0 سدل بوينت، اللي عفوا هنا نجي at the point 0 0، أجي أستخدم هذا الشرط، قبل كان اسمه F الآن أصبح G لأنه الدالة مالتي G. فمن أجي أعوض هذه الأرقام GXX 6x، ايش راح اخلي؟ اخلي 6x في جي واي واي اللي هي سالب 2. هنا ليش خلينا 0 مكان الاكس؟ لانه انا جاي اختبر هذه النقطه، هذه النقطه شنو قيمه الاكس بها؟ قيمه الاكس بها 0، فاكيد من راح اخلي هنا هذه النقطه 6x، ايش راح اخلي مكان الاكس؟ راح اخلي ايضا 0. ليش؟ حتى امثل النقطه هذه تحديدا. اكيد هنا ما عندي واي، لو كان اكو واي هنا موجود اكيد ايش راح اخلي ايضا مكان الواي؟ ايضا 0، باعتبار هذه النقطه اللي انا راح ادرسها او اختبرها تمثل لي اكس بها 0 والواي 0. فبعد التعويض راح احصل على قيمه هذا المقدار كامله سالب 1. اجي اخلي هذه الشروط امام عيني، سالب 1 بمعنى شنو سالب 1؟ اقل اكيد من 0. فما مباشره هنا الحاله الوحيده اللي تكون بها هذا المقدار اقل من 0 بمعنى سالب، شو تكون دائما النقطه شو تمثل لي؟ تمثل لي سدل بوينت. فمباشرة راح أقول أنا هذه النقطة 0 0 هي سدل بوينت. ليش؟ لأنه ناتج هذا المقدار كاملة سالب 1 قيمته أكيد اللي هو أقل من 0 حسب هذه الشروط، اللي أقل من 0 شو راح يعتبر؟ يعتبر سدل بوينت. بنفس الآلية وبنفس الطريقة راح أختبر النقطة الثانية، هنا بالنسبة لل 0 0، هنا بالنسبة لل minus 1 over 6 1 over 12. راح من أجي أختبرها بنفس الآلية، عندي هذه هي المعادلة، أجي أعوض. شنو هنا إذا تلاحظون شوف الفرق بين هذه النقطة والنقطة السابقة، هنا خليت بمكان الأكس 0. ليش؟ لأن أنا الأكس عندي بهاي النقطة 0. هنا إذا لاحظ خليت بمكان الأكس، خليت سالب 1 على 6 باعتبار أنا هذه النقطة الأكس بها سالب 1 على 6. بعد التعويض والحل أحصل على قيمة هذا المقدار كاملة قيمته موجب 1. وإحنا من نرجع إلى ذن الشرطين ألاحظ عندي احتمالين من يكون هذا المقدار موجب أكبر من 0. أكبر من صفر بمعنى موجب، فواحد هو موجب أكبر من صفر، فراح يكون وين؟ أرجع وين لل fxx أو gxx باعتبار أنا عندي هنا دالة اسمها g، أجي أشوفه gx أقل من صفر maximum، أكبر من صفر minimum.
فأجي أشوف الجي أكس أكس، وين الجي أكس أكس؟ هذا هو الجي أكس أكس، 6x، 6x، شنو قيمة الأكس بهذه النقطة؟ سالب 1 على 6، أو بمعنى هو هذا نفسه، 6 في سالب 1 على 6 وسالب 1، سالب 1 أقل من 0، إذن الجي أكس أكس أقل من 0، إذن هي سالبة. أي شرط يحققه؟ يحقق هذا الشرط الأول، ليش؟ لأن جي أكس أكس أقل من 0 تكون ماكسيمم. فبالنتيجة هذه النقطة شو راح تمثل لي؟ تمثل لي ماكسيمم بوينت. إذا أريد أوجد الفانكشن، أكيد الفانكشن راح يكون لها قيمتين، لكل نقطة لها قيمة. إذا ألاحظ عندما تكون النقطة الأولى 0 0، راح أعوض مكان. إذا تلاحظون قلنا قبل شوي هذا الدالة الأس مالتها على شيء 3، ولهذا حصلت على نقطتين. تلاحظون هنا 3، حصلت على نقطتين، فمن أعوض 0 0 بالدالة الأصلية بالسؤال مالتي أحصل على قيمة الدالة function value مالتها 1، بينما من أعوض النقطة الثانية بالدالة الأصلية راح أحصل على قيمة الدالة اللي هي راح تكون 1.002. واضح طلاب؟ تطبيق مباشر، كل ما هنالك نحتاج نعرف النقاط ونختبرها مهما كان عدد النقاط، يعني لو كان أكثر من نقطتين بنفس الطريقة، النقطة الأولى اختبرناها وحددناها settle point، النقطة الثانية اختبرناها وحددناها maximum point، لو كان أكو نقطة ثالثة رابعة بنفس الآلية استخدم هذا الشرط وأجي لهذا الجدول الخيارات راح أحدد هل هي local maximum minimum أو settle point. مثال أيضا آخر، إذا أجي بالنسبة لهذا السؤال شو ألاحظ؟ ألاحظ أنه إيجاد اللوكال اكستريم فاليوز منطيني هذا الدالة، أكيد كخطوة أولى، كخطوة أولى دائما وأبدا إيجاد كريتيكال بوينتس. كيف؟ راح يكون عندي أساوي المشتقة بالنسبة إلى إكس إلى الزيرو، والمشتقة بالنسبة إلى واي أيضا إلى زيرو، حل هذين المعادلتين، بعد ما راح أحلهم أحصل على النقاط. فإذا أجي كخطوة أولى fx0 fx أشتقها، هذا هو مشتقته، أساويها للصفر، هذا هو الخطوة الأولى. نفس الكلام f للy أشتقها إلى y، هذا طبعا هذا الدالة أشتقها إلى y، حصل على هاي النتيجة أساويها أيضا إلى صفر. إيش ألاحظ؟ ألاحظ أنه أكو إمكانية هنا أستخرج قيمة x، ما أحتاج أطلع قيمة x من هذه الدالة وأعوضها هنا مثل ما بالمثالين القديمات اللي حليناهم. هنا أكو إمكانية، يعني أنت لازم تنتبه، قلنا هاي أساسيات عامل المشترك، فرق مربعين مكعبين أو التجربة، هذه أساسيات طالب مفروض يعرفها ومتجاوزها. طبعا من راح تحلون أمثلة الهومورك راح تصير عندكم أكثر معرفة بإيجاد قيم النقاط اللي هي الأكس والواي. من خلال هذه أقدر أستمر أحصل على قيم الأكس، فعامل مشترك أكس راح يكون عندي مرة الأكس يساوي 0 ومرة 3 أكس ناقص 2 يساوي 0، بالنتيجة إيش راح يكون عندي؟ مرة الـ x 0 either x equals 0 or 3x minus 2 equals 0، فراح يكون قيمتين للـ x مرة 0 ومرة 2 على 3. بنفس الطريقة بالنسبة إلى y، ممكن أني أستخرج قيمة الـ y من هذا المعادلة، ممكن راح يكون عندي أنقل هذا للطرف الآخر أو عامل مشترك، ممكن أنا أحصل 4، فراح يبقى عندي هذا الأربعة ممكن يتكنسل 0، ممكن 4 يساوي 0، وممكن أقول 4 أما 4 يساوي 0 أو y تكعيب ناقص 8 يساوي 0، ما ممكن أقول 4 يساوي 0، ليش؟ لأن 4 ما ممكن تساوي 0، بينما هنا شو قلنا؟ قلنا الأكس ممكن يكون 0، سوينا للصفر، إحنا الـ 4 ما ممكن، فشنو الخيار الآخر؟ فقط عندي y تكعيب ناقص 8 يساوي 0، صار عندي ممكن y تكعيب يساوي 8، راح أحصل أو أوجد الجذر التكعيبي الكيوبيك روت لهذا الدالة، تكون قيمة الـ y عندي 2. ش ألاحظ هنا قيمتين للأكس وقيمة للواي، فلكل القيمتين للأكس الواي هو نفسه، يعني مرة يكون من الأكس 0 الواي اللي ناظرة 2، ومرة يكون الأكس قيمته 2 على 3 وأيضا الواي اللي ناظرة أيضا 2، فألاحظ الكريتيكال بوينتس اللي موجودة عندي هي 0 ب2 و2 على 3 ب2، 0 اللي هي أول قيمة للأكس، 2 قيمة الواي، و3 على 2 اللي هي القيمة الثانية للاكس لنفس الواي اللي قيمتها ايضا 2. هذا هو المطلب او الجزء الاول ايجاد كريتيكال بوينتس. الان الخطوة الثانية اللي هي الاهم، اللي انا لازم اختبر هذين النقطتين، شو يمثلوا لي؟ ماكسيمم مينيمم او سيتل بوينتس. اجي الى الجزء الاخير من هذا المثال، راح احتاج اعرف المشتقة الثانية مثل ما تعلمنا سابقا، اوجد هذا المقدار
أكيد بالبداية أختار النقطة الأولى اللي هي 0 باثنين، أكيد X تمثل لي 0 والY تمثل لي 2، فالF X X 6 X ناقص 2، F Y Y هي 12 Y تربيع، المختلطة 0، فراح أجي أعوضهم حسب هذا القانون. F X X اللي هو 6 X ناقص 2، إذا تلاحظوا هنا شنو خلينا مكان الـ X 0، ليش؟ لأن قيمة الـ X بهذه النقطة 0، مضروب هنا ضرب في F Y Y، ضرب في F Y Y، إيش ألاحظ الـ F Y Y؟ 12 في y تربيع، ايش راح اختار قيمة ال y؟ 2، ليش؟ لأنه هذه النقطة عندي قيمة ال y بها 2، فراح أعوض. أكيد ناقص حسب هذا القانون fxy قيمتها 0، 0 تربيع، راح أحصل على هذا المقدار، حاصل ضرب ذن المقدارين راح يكون هو عبارة عن سالب 96. أجي أشوف حسب الشروط اللي أمامي، طبعًا أنا أعرف سالب 96 أقل من 0 لأنه قيمة سالبة. ايش راح يكون عندي؟ راح يكون اوتوماتيكيا الحالة الوحيدة اللي يكون بها هذا المقدار اقل من صفر او بمعنى سالب فقط هو سادل بوينت، فراح مباشرة اقول انه هاي بوينت 0 باثنين راح تكون قيمتها او تمثل لي سادل بوينت. بنفس الطريقة ارجع وين؟ الى النقطة الاخرى اللي هي قيمتها 2 على 3 باثنين اللي وجدناها كريتيكال بوينت، ايضا نفس القانون اعوض. تنتبهون هنا خلينا مكان الاكس 2 على 3، ليش؟ لان هاي النقطة تكون بها الاكس 2 على 3، مضروب في الاف واي واي نفس الواي قيمته ايضا 2 لانه هذه النقطة، راح احصل على ناتج 96 موجب، بما انه موجب اكبر من 0 صار عندي خيارين، هذا المقدار من يكون اكبر من 0 عندي خيارين، وين ارجع؟ منو يحسم لي مثل ما يقول الجدل باختيار هذه النقطة؟ قيمة الـ fxx، أجي fxx هل هي أكبر أو أقل من صفر؟ عندي هذه هي الـ fxx 6 في 2 على 3، هذا 4 يمثل ناقص 2 موجب، بما أنه قيمة الـ fxx ممكن تعوضها بهذه الدالة نفسها، x قيمتها شقد عندي بهذه النقطة؟ 2 على 3، 2 على 3 في 6 هي 4 ناقص 2 2، إذا الـ fxx قيمته موجبة، fxx موجب أكبر من صفر، أي حالة من حالتين ذن تكون بها fxx موجب هي الحالة الثانية اللي راح تمثل لي minimum point. إذا صار عندي النقطة الثانية تمثل لي minimum point، والجزء الأخير ممكن إذا أطلب إيجاد قيمة functions عندي هنا نقطتين، فأكيد كل نقطة راح أعوضها بالدالة الأصلية مالتي، هذه الدالة الأصلية راح أخلي مرة النقطة 0 باثنين النقطة الأولى أحصل قيمة الدالة سالب 48، ومن أختار النقطة الثانية لإيجاد الدالة راح أخلي مكانها حسب الأكس والواي مالتها راح يكون عندي قيمة الدالة ماينس 48.15. الجزء الأخير اللي هو يمثل الهومورك، طبعا الهومورك بنفس المبدأ والطريقة اللي هسه وضحنا بها أمثلة تقريب 5 أو 6 أمثلة راح تكون بنفس المبدأ تحلون هذا الهومورك. هذا الهومورك هو عبارة عن 11 مسألة، راح نحدد لكم عدد المسائل بعد ما أنزل لكم assignment واجب تحلون من خلال العدد المطلوب بالنسبة لهذا الهومورك. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم.